وزارة المالية معممة خبر مهم جدا لكل السادة المواطنين لازم يبقى عندهم فكرة بيه. ايه هو هذا الخبر؟ ابتداء من يوم الاربعاء القادم، هو اجازة رسمية اي نعم بمناسبة عيد العمال، بس من يوم 1 مايو القادم ممنوع التعامل مع الحكومة بالكاش. يعني ايه الكلام ده؟ بيقول لك من جنيه لحد 499 جنيه، اقل من 500 جنيه، لو انت في اي مصلحة حكومية هتدفع كاش. افرض انا رحت المرور الغرامة بتاعتي 400 جنيه على العربية، تدفعها كاش. طب 500 جنيه 550 600، بيقول لك لازم تدفعها بالفيزا. خلاص اعمل حسابك يا عمر. معايا على التليفون استاذ حمدي حسني، مساعد مدير المشروعات بوحده الدفع والتحصيل الالكتروني. كل سنه وانت طيب استاذ حمدي، واحكي لنا تفاصيل هذا الخبر. وحضرتك بالصحه والسلامه وجميع المشاهدين. باختصار يا جماعه، هو صدر قرار معالي وزير الماليه 269 المعدل ب 760 بحتميه سداد المستحقات الضريبيه والجمركيه والمستحقات الحكوميه بالوسائل الالكترونيه. الوسائل الالكترونيه اللي بقت متاحه حاليا للمواطنين هي السداد عن طريق البطاقات الالكترونيه او عن طريق مدفوعه المواطن للمبالغ اللي بتزيد عن 10,000 جنيه. لمزيد من التوضيح، البطاقه الالكترونيه دي عباره عن ايه؟ عباره عن الكارت اللي بنجيبه من البنك. احنا اتحنا مجموعه من البطاقات المقبوله على ماكينات التحصيل الالكترونيه او الجاب بوينت اوف سيل، منها البطاقات مسبقه الدفع، منها البطاقات البنكيه المقبوله المربوطه بحسابات بنكيه او بطاقات الديبت، منها بطاقات المرتبات، منها بطاقات الائتمان او بطاقات الكريدت او الدائنه. طبعا وزارة المالية كانت حريصة على انها توفر للمواطنين وسائل متنوعة تحقق لهم السهولة واليسر والامان في سداد المستحقات زي ما سبق ان اوضحت يعني حضرتك. طب انا دلوقتي لو انا رايح ادارة المرور برقص عربيتي مطلوب مني 5,000 جنيه مثلا. تمام. ما دي مصلحة حكومية، هدي له الفيزا يسحب الفلوس؟ بالظبط كده، من البطاقة بتاعتك، من الرصيد اللي موجود على البطاقة. بالظبط كده، يعني احنا كنا حريصين في تطبيق هذه المنظومة الجديدة زي ما قلت لحضرتك ان احنا نحقق اليسر والسهولة والامان. يعني لو حضرتك بصيت معايا هتلاقي الموضوع بقى اسهل كتير من السداد النقدي. ما بقاش مطلوب من المواطن انه يروح شايل مبلغ 5,000 جنيه في جيبه. تمام. وطبعا استخدام البطاقة الالكترونية ده حقق له نوع من انواع الامان. لو حضرتك تاخد بالك، البطاقة دي بتبقى بطاقة لها رقم سري، مظبوط كده، بيتكون من 4 أرقام. فبالتالي بقت مستحقاتك او الفلوس اللي بتسددها في امان تام، افضل من الوسيلة الكاش، افضل من النقدية. خدت بال حضرتك؟ وده كانت وزارة المالية حريصة على انها توفره للمواطنين من خلال اتاحة الخدمة الجديدة اللي بتقدمها، اللي هي السداد بالبطاقة الإلكترونية أو بإحدى الوسائل اللي احنا أتحناها في مشروعنا الجديد. رسوم قضية في محكمة هدفع 1500 جنيه هيبقى فيزا برضه. بالظبط كده، بس أنا أحب أكد على ملاحظة مهمة إن المشاهدين ياخدوا بالهم منها، إن احنا استهدفنا في المرحلة الحالية المبالغ أو مقابل الخدمات اللي بيزيد على 500 جنيه. فبقى المواطن متاح للمبالغ الأقل من 500 جنيه السداد النقدي او باحدى الوسائل الالكترونيه اذا كان ده متاح بالنسبه له. انما ازيد من 500 جنيه رايح ترخص عربيتك، رايح تدفع اي مصاريف في اي جهه حكوميه، بتبقى الموظف لن الخزنه مش هتقبل مني كاش. خلاص مش هتقبل منك كاش فوق ال 500 جنيه. خلاص ده كلام نهائي. كلام نهائي قولا واحدا، من يوم 1/5 الدوله بتتجه الى تطبيق التحصيل الالكتروني كجزء من منظومه الشمول المالي اللي الدوله بتتجه اليه. طب في المقابل افرض رحت لقيت السيستم واقع، ما ده بيحصل. لا يا فندم، انا عايز اكد لحضرتك ان وزاره الماليه كان لها تجربه رائده في اداره الدفع الالكتروني. احنا لو حضرتك متابع ان وزاره الماليه
بقت بتسدد جميع المستحقات الخارجه اللي الحكومه بتدفعها، سواء كانت مرتبات موظفين او مستحقات مقاولين او موردين بيوردوا او بيقدموا خدمات للحكومه عن طريق الدفع الالكتروني، مظبوط كده؟ فبالتالي احنا كوزاره ماليه انهينا جزء كبير من مشروعات الميكنه، بقى عندنا القدرات التكنولوجيه اللي تحافظ على الثبات في تطبيق الوسائل الالكترونيه، وده اللي هتلاقيه متوفر في المشروع الجديد بتاعنا اللي هو التحصيل الالكتروني. بالتاكيد تعطل دولاب العمل في اي جهه حكوميه، تعطل اليات التحصيل هيخلق شلل. فوزاره الماليه كانت حريصه جدا ان هي تستعد بالقاعده التكنولوجيه وبالوسائل اللي تسمح استمرار العمل بسهوله ويسر دون توقف. اشكرك استاذ حمدي حسني، مساعد مدير المشروعات بوحده الدفع والتحصيل الالكتروني بوزاره الماليه.